هضرت على الدولة الاجتماعية فعلا هضرت على الصحة هضرت على هذا الشيء ديال الدعم المباشر على الله يمو ولكن كاين التعليم التعليم نحن في إطار يعني تنزيل واحد الواقع ديال الطريق اللي بغينا خارطة ديال الطريق اللي بغينا التعليم يكون في المستوى ديال داك الشيء اللي بغاو الأساتذة وداك الشيء اللي بغاو كذلك الآباء باش التعليم يطلع في المستوى معلوم أنه يعني في الطريق لهذا الشيء هذا كله كيكونوا بعض الاشكاليات وكما قلت انا الباحث الحكومه نهار الخميس بانه غادي غادي نستقبل النقابات ونتمنى الله انه يعني الطريق تكون يعني انه نفتحوا الاوراش ديالنا باش يشتغلوا باش نلقاو حلول حلول اللي تفيد الجميع اللي تفيد التلميذ اللي تفيد الت... الاستاذ وبلي يكونوا هاد الجوج سميتو الدوله كلها كتستافد يعني من هذا البرامج فنحن جو دائما هذه طبيعتي انني نكون متفائل يعني في في الجميع يعني في جميع يعني في هذه الاشكاليات اللي مطروحين وغادي نلقاو معاهم وغادي الوقت ان شاء الله باش نجلس معاهم ابتداء من هذا الاثنين ان شاء الله نتمنى الله, الله انه ان توفقوا في الايام المقبله فهنيئا لكم فهنيئا لكم بالحكومة، حكومة تشتغل بجدية حكومة يعني متماسكة نحن كنساندوا الجميع داخل الحكومة، كنشتغلوا مع الجميع وبغينا كل شيء ينجح لأن النجاح ديال كل وزير هو النجاح ديال الحكومة هو النجاح ديال البلاد وديال الدولة فا او ميم طون بكل شفافيه وكيكونوا عندنا لقاءات لا الاغلبيه ولا داخل البرلمان ولا داخل هذا دا باش نعرضوا يعني ما تقوم به الحكومه ما تقوم به الاغلبيه من جهد كبير في ظروف جد صعبه ولكن ان شاء الله يعني سوف نتفوق لانه يعني التفاؤل هو معنا ان شاء الله احنا غادي نكونوا يعني في المستوى في الم... لي لي زاسبيراسيون لي... 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 لي يعني الطموحات اللي بغاوها المواطنين وشكون لكم لا تنسوا الاشتراك في قناه الايام 24 وتفعيل خاصيه الجرس ليصلكم كل جديد